أكيد اسمحوا لي طبعا اليوم معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع أحد أعضاء هذا الصالون والمشرفين عليه وهو الملحن والفنان الأستاذ محمد إبراهيم الذي امتد مشواره الفني لأكثر من 30 عام، فما هي حكايته وكيف يرى الأجواء الفنية الحاصلة لدينا مؤخرا في المملكة؟ حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك. يا هلا وسهلا فيك، نورتنا. الله يسلمك وشاكر لكم صراحة استضافة الصالون في هالفترة هذه بعد مرور 6 سنوات على إنشائه. أكيد طبعا، وهذا شرف عظيم لنا، إحنا دائما داعمين للفن والطرب، وهذا يعني جزء لا يتجزأ من حضارتنا وثقافتنا. أكيد أستاذ محمد، فنبغاك تكلمنا بداية عن هذا الصالون، ما هي فكرة الصالون وما هي أهداف هذه الصالون؟ أنشأ الصالون قبل تقريبا 6 سنوات بجهود شخصية من الأستاذ خالد عبد الرحيم. نعم. وطبعا ولحد الآن يعني وهو المور الرئيسي لهالصالون، على أساس يعني يكون كقاعدة ويبنى عليه طبعا مستقبل الجيل الجديد من الفنانين إن شاء الله بحول الله وقوته، لأنه يعني عندنا استراتيجية الآن جديدة بالنسبة لصالون الرياض. نعم. بالنسبة للفنانين الجدد، الفنانين الجدد كيعني احتضانهم وابرازهم ان شاء الله للساحه. يا سلام. كمان نبغى نعرف هل ممكن انه الصالون بيقدم مثلا دورات موسيقيه للشباب اللي حابين يتعلموا انواع مختلفه من الموسيقى؟ لا والله، شوفي كدورات يعني ممكن هي متعلقه يعني تحتاج الى دعم مادي. صحيح. الصالون لا طبعا، الصالون يعني يتبناهم كبروز ويعني كأنشطة، لأن احنا بنشارك سواء في المهرجانات الوطنية او في المهرجانات الخاصة الفنتات، فهذا اللي احنا يعني نحاول نبرزهم عن طريقه ان شاء الله. أكيد يعني يعطيكم الصحة والعافية، ونرجع نقول هذا فن وموهبة الواحد لازم يركز عليها. أكيد. وحلو أنكم قاعدين تبرزون الشباب في هذا المجال، لكن أستاذ محمد خلينا نرجع لك أنت على الصعيد الشخصي، يعني متى بدأت؟ متى اكتشفت هذه الهواية؟ متى محمد اكتشف أنه هو عنده هواية أو موهبة؟ نقدر نقول العزف والغناء في نفس الوقت. والله شوفي أنا بالنسبة شوفي اللحن الألحان هذه تقريبا يمكن من وأنا في ابتدائي وأنا ألحن الأناشيد ولحن كذا. نعم. لكن العزف العود لا والله، يعني جاء في سن يعني يمكن تقريبا في حدود 17 سنة أو كذا بديت أمارس هواية عزف العود. كألحان لحن هو أساسا لما أنت تقرأ القصيدة هي يجي معها اللحن سواء أنت تعزف أو ما تعزف. نعم. لأن إحنا لو يعني نرجع الوراء ونشوف الفلكلورات ونشوف كذا ما كانوا يعزفون. نعم. كانوا يقولوا القصيدة ويقولوها على لحن. صح ولا لا؟ هي معناتها موهبة معي. نعم. يعني ينميها الشخص بالدراسة. نعم. بالدراسة النوتة أو دراسة المقامات أو دراسة الأكاديمية العليا. والاطلاع بشكل عام. والاطلاع طبعا. اللحن شعور. أستاذ محمد ولا أنا غلطانة؟ لا يعني اللحن ممكن يخليك تحس بالحزن والاشتياق والحسرة، وممكن أنه يرفعك يعني يعطيك المود والإنرجي أو الطاقة عفوا، بغض النظر على الكلمات جدا مهمة. صحيح. لكن في أغاني أنا يمكن كنت أسمع أغنية باللهجة المصرية الكلمات حزينة لكن اللحن معطيها فرح. فعلا طبعا. صحيح. اكيد. طبعا احنا ما نبغى كمان الحوار ياخذنا اكثر من كذا، نبغى نسمع حاجه استاذ محمد. اكيد. يعني يمكن من الفنانين اللي حضرتك متاثر بهم ممكن تسمعنا حاجه، يعني كاغاني ولا تبون الحان؟ كالحان لي انا ولا تبون مثلا نغني؟ لا الحانك حاجه. طبعا اكيد نبغى. طيب. نسمع حاجه من الحانك. احنا بنقول شيء جديد طبعا نخص يعني بالنسبه نعطيكم اياه ان شاء الله، هذه من كلمات الشاعر حسين شبيلي. شسافر شترك الديرة شهاجر
أسافر، ما بقى لي في الهوى غير الجراح، شل عقلي عذاب فؤادي وراح شسافر. انتظرت سنين يمكن في الغياب ألقى خلي باقي من الغرام، انتظرت سنين يمكن في الغياب ألقى خلي عشرتها غير العذاب، وزودي هم فيه تجريح وملام شسافر. هذا طبعا بالكلام الجنوبي، الكلام الجزاني، شسافر شترك الديرة وهاجر. طبعا الشاعر حسين له مني كل تحية لأنه من منطقة نفسها، يعني منطقة جازان. كلمات جميلة ولحن جميل وأداء جدا رائع طبعا، ولكن أنت ما شاء الله بتغني وبتلحن، تعزف على عدة آلات، العود والكمان وكمان البيانو، يعني ما شاء الله كلمنا عن هذا الموضوع، كيف قدرت تجمع بين هذه الآلات كلها؟ شوفي، العود هو الآلة الأساسية. طبعا بالنسبة للأورج، انا في فتره من طبعا توقفت عن المجال الفني واتجهت الى الاعمال الخاصه، الزواجات وكذا، لان فيها دخل افضل شوي طبعا من هالموضوع. فاضطريت اني اتعلم على اله الاورج عشان شغلي يكون يعني عندي، اشتغل انا في البيت سواء مكسجه او تركيب اصوات او عمل زفه كامله يكون عندي في الاستوديو الخاص فيني. يعني انا ودي بس اخر سؤال استاذ محمد، من هو الشاعر او عفوا الفنان اللي تشوفه قدوه وتشوف انك يعني تطمح ان شاء الله في المستقبل انك توصل يعني لما وصل له، او الشخص اللي الهمك نقدر نقول؟ شوفي، اذا احنا بنحط حد معين معناته احنا ما راح نوصل الى الاعلى. احنا في بداياتنا، يعني انا بالنسبه لي كفي بداياتي طبعا الله يغفر له ويرحمه طلال مداح، هذا انا بالنسبه لي كاستاذ يعني هو اللي اعطاني روح سواء العزف على العود او الاحساس بالجمله الكلمه والاداء. طيب يعني أستاذ محمد، أكيد إحنا نبغى نختم معاك وتختار لنا واحدة من الأغاني لفنانك المفضل مثلا. شوفي، فناني المفضل طبعا، لا أنا بقول لكم أغنية. طبعا إن شاء الله الفنان الغايب الحاضر اللي إحنا طبعا إحنا ودنا أنه يكون الآن في الساحة أو يرجع للساحة، للأستاذ علي عبد الكريم. الله، أي طبعا لي أغاني جميلة يعني افتقدناه. أكيد. افتقدناه كأداء، كحضور، كان في فترة يسمى فنان الشباب وكذا. احنا نتمنى انه يكون ان شاء الله انه يرجع ان شاء الله. اكيد طبعا. طبعا تجهز الأغنية، واحنا خلينا نختم مع المشاهدين. شكرا لمشاهدتنا اليوم، وغدا بإذن الله راح نكون معكم في حلقة جديدة، ولكن نترككم مع ألحان جميلة وأغاني جميلة من صوت الفنان محمد إبراهيم. شكرا لوجودك معنا استاذ. اهلا، تفضل. يا سيدي يا مظلوم، مين اللي انظلم؟ يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟ انت اللي ظالمني وانا حالي عدم، انت اللي ظالمني وانا حالي عدم. يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟ يا سيدي يا مظلوم، مين اللي ظلم؟ انت اللي ظالمني وانا حالي عدم، انت اللي ظالمني وانا حالي عدم. كل ما تزيد
الهجر بيزيد الألم، كل ما تزيد الهجر بيزيد الألم. راضي بحكمك وفي الهوى قلنا نعم، راضي بحكمك في الهوى قلنا نعم.